حضور لافت للنساء في مسيرة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. يقول لك البعض إنه رد سريع على كلمة جاءت في خطاب الرئيس بمدينة النعمة، لكنه ليس الرد الوحيد في مسيرة 7 مايو التي أراد لها المنتدى أن تحمل أجوبة على كل نقطة جاءت في ذلك الخطاب، بل وصل الأمر إلى المطالبة بالاعتذار. وهذا المقام يقول على النساء المعلنة من رأس النظام الشريف الطهراطين عار عار عار، ولا بد من الاعتذار عنها علنيا. لن نقبل لن نقبل بقبل الاعتذار. انطلاقة المسيرة كانت من مساحة مسجد المغرب، وتم توقيفها من قبل الشرطة قبل الوصول إلى جامع ابن عباس على غير العادة، وذلك ما يطرح علامات استفهام كثيرة. فجاءت الأوامر للجماهير بالرجوع إلى حيث نصبت المنصة. هذه المعاملة قال الأمين التنفيذي للمنتدى إنها تزرع التوتر في وجه القمة العربية التي يعول النظام على إنجاحها. المنتدى أكد رفضه لأي حوار مع النظام ما لم يقدم ما اسمه ضمانات حقيقية. احنا اليوم هم اياكم قولوا على ان المنتدى رافض بكل قوة وبكل حزم وبكل عزم أي حوار وحادي بجلدة عبد العزيز اللي عبر عن محتواها سابق يقولها. حل أي حوار ما هو على أسس متوازنة وعلى ضوابط معقولة وعلى ضمانات تضمن أنه وصل شفايته بالتأكيد على ما لنا معنيين به ولن نظهر ليشو ولن ندوه. إذن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يقول بأنه يرفض كل حوار أحادي، لكن الرئيس محمد عبد العزيز لديه رأي آخر. رأي عبر عنه في مهرجانه في مدينة النعمة، حيث قال إن مسألة الحوار أصبحت مسألة أسابيع قليلة. ويقول المراقبون للشأن العام إنه من الممكن أن يكون حوارا بمن حضر، فهل سيكون المنتدى الوطني مع المحاورين؟ السالك عبد الله، الوطنية.